موجز لأهم الأخبار من النبأ، أهلا بكم. قال رئيس لجنة النازحين بمدينة صبراط الهادي حمودة إن عدد النازحين خارج المدينة بلغ 3630 عائلة. وأكد حمودة في مداخلة سابقة له عبر برنامج السابعة إمكانية ازدياد أعداد النازحين نتيجة تواصل عملية الحصر في مناطق أخرى. كما أشار حمودة إلى أن عدد المنازل المتضررة داخل صبراط وصل إلى أكثر من 100 منزل. هذا وكان المجلس البلدي صبراط قد دعا أهالي المدينة المتضررين من الحرب إلى الحضور لمقر اللجنة البلدية من أجل مواصلة عملية الحصر. وصف ناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري ما آلت إليه الأحداث بمدينة صبراط بأنها تحرير وتطهير للمدينة من الميليشيات والإرهابيين وفق قوله. وأكد المسماري في تصريحات تلفزيونية أن العملية في صبراط دعمت من قبل غرفة عمليات الكرامة مبديا استعدادهم لشن عمليات أخرى بمناطق أخرى قريبة منها، مضيفا أن ما سماها بالقوات المسلحة ينضوي تحتها جميع ضباط المنطقة الغربية وفق قوله. تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تظهر عودة ضباط من أتباع النظام السابق إلى مدينة صبراط. ووفق ناشطون فإن الأتباع العائدين العقيد عبد السلام كارا رئيس لجنة القبض ومدير أمن صبراط خلال ثورة فبراير 2011 ومحمد المرغني أحد قادة محاور جيش القبائل في جنوب صبراط خلال حرب فجر ليبيا عام 2014. أكد آمر عمليات الكتيبة 301 التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المقترحة محمد بوشعالة أكد إغلاقهما السبت للطريق الرابط بين طرابلس وأورشفانة من جهة كوبري الزهراء. بوشعالة أوضح في اتصال هاتفي مع النبأ أن الإغلاق جاء على خلفية هجوم تعرض له من قبل مجموعة مسلحة من أورشفانة صباح السبت قتل على إثره أحد عناصر الكتيبة. وقال بوشعالة إن المجموعة المسلحة التي تنتمي إلى شفانا مسؤولة عن أعمال سطو مسلح وقطع الطريق، مبينا أن الكتيبة تعرضت لاعتداءات عدة في الآونة الأخيرة من المجموعة المسلحة نفسها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.